معلم اشطب. اقدر ما حصلش. روح يا مدرسة. خد يا ابني يا سويع امشي يلا معانا اخوك. لا 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 انت لسه جديد. اه صحيح دول نزلوا العساكر الجديده دي سنه جديده. الله ما صاحبك قديم كده ليه؟ هو انت طالب هنا؟ طالب هنا. بص يا حبيبي هقول لك على حاجه. الجامعه دي ثلاث حاجات: قبه وساعه وطلعت عرنوس. طب طلع يا حدق بقى كرنيهك. اطلع كرنيهي؟ يا عم الحاج عيب عليك على النعمه. ده انا هنا من وانت في المرور يا جدع. اسمع الكلام بقى بذمتك. ده شكل طالب جامعه كده ماسكه من هنا كده. وانا لازم اجي احضر لك الاكل سر ولا رافع لك البوكسر مصدرهولك عشان ابقى طالب فيها يا جدع انت؟ وبعدين اقول لك على حاجه، بتاع البطاطا عندكم شكله ايه؟ بلاش بتاع البطاطا، في نقاش لابس بنطلون كاروه على شيرز يبقى طالب يا ماجي. وسع وسع كده يا صوح وسع يا غالي. لا سيب لنا الطلعه دي معلش، بس الحاجات دي مكلفانا كتير. برضي متكيف؟ يا جدعان انا عندي ليكوا خبر مؤلم. الندوه اتلغت. طيب بقول لك ايه يا سعاده الباشا، التليفون ده فيه بلوتوز وانا مش عارفه اشغله، حضرتك يعني تعرف تشغلهولي؟ اه طبعا بسيطه. طيب ايه رايك نخرج بره بس عشان الدوشه والزحمه والناس بتبص علينا وكده يعني؟ اوي اوي يلا بينا. يلا بينا. طب مش كنت تقولوا بدل لما احنا قاعدين هنا؟ معلش ما احنا مش عايزين مشاكل مع الامن، الامن ده هو الامان. وال بقول لكم ايه، استاذ جمال مستنينا في الجنينه. يلا النبي يا كابتن اللي هناك. ادي زاز السيفن بس يا استاذ جمال، حد مظبوط الساوي. الله 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 الله. ايوه 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 الله. النهارده يا شباب ليله شكلها كلها ربيع، وانا مش جايب لكم اي حد، ده انا جايب لكم الشاعر البديع. سمعوني صح يا جدعان؟ الله شباب 100 100. ايوه كده عشان نعرف صاحيين مع بعض. عايز اقول لكم يا شباب ان الفن مش فلوس ولا ناس على ناس تدوس. الفن كلمه حلوه، كلمه حلوه والله، بتريح النفوس. والنهارده يا جدعان انا جايب لكم الشاعر الكبير، الكبير قوي الكبير قوي قوي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ يخرب بيتك. اوعى ايه اللي انت جايبه ده؟ ايه يا عم ده استعمال شخص، انا جايب لكم سماعات. امشي. مؤاخذة لا مؤاخذة يا استاذ جمال معلش اقدر ما حصلش. الله يا اخوانا يا استاذ جمال هيقول لكم كل الشعر اللي انتوا عايزين تسمعوه، بعد كده ممكن تتناقشوا معاه. اتفضل اتفضل يا استاذ جمال. تحية كبيرة قوي للشاعر الكبير استاذ جمال بخيت. اتفضل. دين أبونا يا مسلمين في يقيني أعز دين، كلمة الحق المبين، كلمة النور الأمين، حكمة يكتبها الإله فوق جبين الطيبين. دين أبونا يا محمد أنت سر ومبتداه، أنت إحساس ومداه، دقة عارفينها في قلوبنا لما نخشع للإله، لما نطلب يوم رضاه، لما نركع، لما نسجد، لما نفرح بالحياة. دين أبونا إبراهيم رش جمر النار حنين على الخرايط والأماكن، اتولدنا طوافين ذاكرين. دين أبويا لو مسيحي رحمة لأجل العالمين، نصرة لأجل المظلومين، كلمة الحب اللي بايس الصليب جوه الكنايس، ندهة الأجراس لمريم والأمان للمجدلية، رحمة ليكو ورحمة ليا. المسيح شايل ألمنا لأجل يهدينا السلام، خد أيمن خد أيسر، العبادة ماهيش كلام، عيش باسم الإنسانية وإنسانية تدفعك للانتقام.
دين أبويا دين إلهي أينما كان اتجاهي، حتى لو كان دين يهودي. إحنا مش ضد اليهود. موسى في القرآن وليد يحضنني للخلود، بين إيديه 9 عصاته حية وجدودنا شهود. سحر أمنه برب موسى إن أسم له بحر عاتي، والجبل عرف السجود. رجعت الحية عصايا، حضنت التوراة وصايا. اوعى تقتل، اوعى تسرق، اوعى تزني، اوعى تقبل بالخضوع. بحر خير الكون يواتي لما نفرد له القلوع، والجحيم ياكل سننكو لو فقير فيكم يجوع. الوصايا هي هي ارتضيها زي ما هي، في ضميري وفوق شفاهي. دين أبويا دين إلهي أينما كان اتجاهي، حتى لو كان مش إلهي، حتى لو كان مش إلهي. المجوسي يترعب من النار ويعبد الإله اللي في خياله، ليه حرامه وليه حلاله. تسمعه في معبد دعاء، تلهمه رعشة رجاء، للبقر ناس يعبدوه ويدينوله بالولاء. مش غباء، تعرفوا في البقرة ايه بيقدسوه؟ العطاء. دين ابويا اي دين فيه عصاة او مخطئين، بس في نهاية المطاف فيه ملايكة ومؤمنين، والرضا للصابرين والهنا للصالحين. فيه ملاذ للعابدين الشاكرين المشتاقين، رغم الضياع لليقين. دين أبويا أي دين اللي أنا بقى معرفوش؟ الوحوش، الكروش، اللي لو طالوا رقابينا بينهشوا وما بيرحموش. دين أبوهم اسمه إيه؟ صاحب الغلط، صاحب الله. اللي داسوا فوق رؤوسنا بالبيادة، اللي مشيوا بالبلاد للبلادة، اللي فتاويهم فساد للعقل يقضي على العبادة، اللي مسحوا من الآيات معنى الشهادة، لوثوا الدم في عروقنا، سدوا عين الشمس فوقنا، سرقوا ضوءنا، صدروا نلنا ودفعونا تمن وضقنا. دين أبوهم اسمه إيه؟ اللي باعوا وطن بحاله، اللي باعوا وطن بحاله وخضرته وصفرة رماله ونسوته وشهوة رجاله، بهجته ودمه وعياله، خطوته وسنين نضاله، ثورته ضد احتلاله. دين أبوهم اسمه إيه؟ سامع يا عبد الله؟ سامع. ايه يا مصر، ايه يا مصر، ايه يا ارض الطيبين، اللي حكموا في الزمان ده يبقوا مين؟ دين ابوهم اسمه ايه؟ حد يعرف فيكوا دين؟ كل اتباعه لصوص او قواضين، في المعاصي مولودين، في الكراسي مأبدين، في التفاهة معدودين، في السفاهة مفرودين، على البلاها مسندين، للشراها مجندين، على القرف متعودين، على الشرف متمردين، على الوطن متنمردين، بالخيانة موحدين. اللي يعرف دين كده يقول لي عليه. دين أبوهم اسمه إيه؟ صاحب الغلط. الله أستاذ جمال، ديك أبوه اسمه إيه؟ ديك أبوه اسمه إيه؟ الله الله أستاذ، أنت هريك ده أنت وهو، إيه اللي بيحصل هنا ده؟ قدر ما حصلش. انا مش فاهمه هما شادين علينا كده ليه، مش قادر افهم يعني ايه المشكله. استضافه شاعر جوه الجامعه، خلاص خربت الدنيا يعني. يا ستي قولي الحمد لله انها قدرت على كده. وبعدين يا عم ماجد، انت ناسي ان احنا في اول السنه ناسيه؟ الحمد لله انها مشيت على كده وقضيت. انتوا عارفين انا اول مره احس فعلا ان الكلام بيخوف. شفتوا
شفتوا الجامعه كانت مرعوبه ازاي؟ يا نهار اسود يا جدعان، انا اول مره اشوف العميد بتاعنا. يلا قدر ما حصلش. بقول لكم ايه؟ ما تيجوا نشوف الدفعه الجديده اللي عملت لنا فضيحه دي. اه ليه وجع القلب ده؟ ايه مالك؟ بتفكريني ليه؟ بايه؟ بصحابنا، صحابنا اللي نجحوا وسابونا واحنا قاعدين هنا زي المقاطيع بنقابل اشكال غريبه. مالك يابا؟ قال ايه بضرامه كده ليه؟ وبعدين يا عم ماجد، ما احنا بقالنا سنين على نفس الوضع ولسه قدامنا سنين كمان وهنفضل على نفس الوضع برضه. صح يا طلعه، قصدك التغيير مش كده؟ لا الصعود. خرب عقلك يا واد. ايه ده؟ عايزينكم ثانيه واحده. ها اعمل تليفون كده. عيش. الو الو. ايوه يا زفت، انت فين؟ يا لولو، صباح فل يا برنس. ايه اللي مصحيك بدري كده يا عمهم؟ انت صاحي بدري ليه؟ مش في يا ابني دفعه موزس جديده لازم اعينها؟ ايه ده؟ موزس؟ امريكان؟ هي الامريكانيه برضو بتفتح بدري كده زينا ولا ايه؟ المهم جهزت اللي احنا اتفقنا عليه؟ ايه يا برنس اللي اتفقنا عليه؟ فرشة، فرش الحشيش يا بني ادم. بص بقى يا برنس، الكميه اللي انت طالبها دي كتير عليا. يعني ايه كتير عليك؟ ما انت ياما شلت، انت هتستعبط. ماشي يا عم، انت بتصوتني في جامعتك ولا ايه؟ نهايته، انجز وتعالى خد الفلوس يلا. بص يابا، الحاجه غلت والله، بس مش من عندي لولو، من الراجل نفسه، من السورس. بيتكلم في 320 335 في الرينج ده يعني. فرش الحشيش ايه ده اللي يغلى 330 جنيه في الاسبوع؟ انت اهبل. ايه يا عم وانا بعمله؟ ماشي يا عم، خلاص يا سيدي، بس بص ما يكونش مطبوخ زي المره اللي فاتت. ماشي يا طلعت، يلا ماشي يا طلعت، يلا سلام.